شباب، تحياتنا لكم. بالبداية طبعا هذا الفيديو سويته اشوفكم حنان البلابل. يعني قبل فترة نزلنا مقطع تروي، العفو، هتلر هذا المندلاوي الطور، لما لزمنا القفص مال المخلف الصغير ظل يتخشخ، فاحد الاصدقاء قال يابا هاي كل الطيور هيجي مو بس البلبل. يعني احنا قلنا حنان البلابل وشون عندهن ذكاء، انه شلون يحن اذا شاف مخلف صغير. طبعا مو بس هذا، كل البلابل من يشوفون مخلف صغير يم بشر قريب عليه يظل يشقشق من الخوف عليه. هاي الحنان اللي موجود بالبلابل يختلف عن باقي الطيور. زين، فقال كل الطيور هيك. هسه احنا دا يشوفون، هسه انا هاي المينا على ديه، زين، ونقلب بيها هنا لا تشقشق ولا ابد، اصلا يقرا طبيعي وما له شغله بيه نهائيا. هسه قدامكم راح نروح على المخلف الصغير، خلينا نشوف ايش راح يسوي. انتبهوا عليه. ايش تسمعون شلون يشقشق؟ اسمع اسمع اسمع، شوفوا سبحان الله شلون حنية بيناتهن البلابل، يعني على بني جنسهن بس. يعني تشوفون انا لزمت المينا قبله ما دار بال وعادي طبيعي، واللي يغرد كلش طبيعي، بس هسه من لزمت المخلف، لزمت القفص طبعا ماله مو الطير، شوف شلون يخاف عليه. سبحان الله، وهاي الغريزة موجودة عند بس البلابل، يعني بيناتهم انه من يشوف ابنه او اي مخلف صغير يتعرض لخطر يظل يشقشق وشون يخاف عليه. تحياتنا لكم.